السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا قناة وين وكون قرآن. أهلا بكم من جديد، رجعت لكم يا جماعة في الشرح. هو ايفنت متكرر كتير بصراحة، يعني نزل أكتر من مرة، وهو ايفنت سوبر هيرو بس بسيستم أو بنظام، يعني إلى حد ما هو جوائز إلى حد ما برضه مبلوعة. فطبعا أنا بس هفتها لكم طبعا بعد وحش الاسبوك، تمام. فطبعا يا جماعة الايفنت زي ما انتم عارفين ان الأيام اللي جاية دي اللي هو طبعا وايت فرايداي، الجمعة البيضاء، سواء يعني الشركة منزلة فيديو تقول لك بلاك فرايداي والكلام ده كله، فليه مش عارف يعني ليه بلاك فرايداي مش عارف، فاحنا نخليها وايت فرايداي، الجمعة البيضاء. فأعتقد إن في إيفنتات نازلة وفي عروض نازلة وفي حاجات كتير جدا جدا مجانية، بجد مجانية مجانية أعتقد، يعني أعتقد أو الشركة بتكذب عليا دي أو بتفتش علينا، دي حاجة بتاعتهم بقى، ربنا يسامحهم بصراحة يعني. فطبعا يا جماعة الوحش هيطلع هو حلو برضه ان الواحد ايه، تعال انت، حلو برضه ان الواحد يكون لوحده كده، فاهمني. هخلص بصراحة ده يا جماعة وارجع لكم. فطبعا في جوايز كتيرة جدا 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 هتنزل. انا ازاي اخد في الوحش ده دقيقة؟ ازاي؟ مش عارف يعني، انا المفروض اقل من كده يا جماعة والله. هدي اهم حاجة دي، تمام. قتلنا الوحش كده وخدنا الرانك وخدنا كل حاجة، نجرب حظنا كمان. ماشي، هات كله ده بينفع، كله ده بينفع، كله بينفع، كله بينفع، كله بينفع. طيب نرجع يا جماعة لمرجعنا تاني، وهو الدراجون او اللي هو السوبر هيرو. سوبر هيرو المرة دي يا جماعة فيها جوايز سبيس باوند، متخيلين سبيس باوند؟ فأنا أعتقد إن سبيس باوند كتير المرة دي، فنحسبها. عايزين بس أهم حاجة نحسبها إزاي. أولا بنخش على حاجة اسمها جرادويت، وطبعا هير تاسك ليست، إحنا عارفين طبعا هي الجوايز كل حاجة، بس عايزين نعرف الجوايز. طبعا يا جماعة في حاجة اسمها جراند فروتي، لا سيبك من الجوايز دي، ده السوبر هيرو. أنا عايزين بس نحسب سبيس باوند. أول حاجة أهو كده إيه، 600 سبيس باوند، غير طبعا اللي هو بتاع الملايين دية، 600 سبيس باوند. كمان ليفل 20 600 سبيس باوند، كمان 1200 سبيس باوند، غير طبعا ايه بلادي جيد فرجمنات 1200 سبيس باوند مش حلوين بصراحة. 65 بلاد جيت فريجمنت، لا مش حلو بصراحة المرة دي يا جماعة، يعني هو نزل المرة دي بس مش لذيذ. انا بعتذر لكم جدا بصراحة، انا افتكر ان هو ايه حاجة حلوة بس بصراحة ما يستاهلش، ما يستاهلش يعني. انا اتوقع، انا كنت افتكر ان هو اصلا شفت سي بي اس ده قلت ايه ده، معقولة 50 ليفل بس؟ ازاي مش كانت 100 ليفل؟ فاهمني ازاي؟ وواصل فروتي فوشر ده كمان، ده اللي هو بتاع ايفنت الفواكه، يعني هو كمان عاملين ايفنت الفواكه، متخيلين؟ بس انا حلوة بلودي يعني بلودي جيت فريجمنتس دي مش وحشة، 85 ودي 65، يعني خد لنا واحدة ولا اتنين مش وحشين يعني. بس ان انا ادفع فيهم 1000 سبيس ده بصراحة مش حلو، يعني مش من النوع اللي انا حابه بصراحة، اللي انا استحبه ده مش بحبه. ففي عروض جديدة جدا 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 نازلة من الشركة يا جماعة، يعني على حسب اهو، بصوا كده نشوف الفيديو. طبعا انا يعني ايه صوت الفيديو، لا لا عشان بس ما حصلش اي حاجة، انت تقدر تشوف الفيديو عندكم في اللعبة بس، لان فعلا فعلا انا خايف ان يبقى في حاجة اسمها كوبي رايت بسبب الموسيقى والكلام ده كله، روح موقف لي ايه الفيديو، تمام. فانا بس ايه نخلص شوية الوحوش دي في السريع كده، المفروض الوحوش دي اصلا تاخد ون هيت والله بجد. يا عم ريفايند اي حاجة مش فارقة، كده كده اصلا هيتشيب الهبل هنا برضو. تخيل لو اتاك مثلا كده عدى 60000، تخيلوا لو اتاك عدى 60000، هل اتوقع ان انا ممكن اخد داون هيت؟ ممكن.
واتوقع برضه ان الشركه هتنزل ايبك بتاع الارشر المره الجايه، يعني الدور الجاي بقى ده ايبك الارشر. بصراحه اتوقعها جدا ان هو يستاهل الارشر، يعني بقاله كتير يعني فاهمني ازاي بالقوس كده ومحتار يعني وبتاع. وليه يقول لك بقى طب دور المونك امتى؟ الايبك لا المونك موجود لو ايبك اصلا. طب دور مش عارف الدراجون وورير، دور السندر سترايك، الكلام ده كله هو لا يعني بيديلك بالشخصيات القديمه برضه. ده كان يا جماعه لحد ما شرح الايفنت العطلان ديه، فانا بعذركم جدا بصراحه لان هو مش لذيذ ان انا 1000 سي بي اس اشتريها وبعد كده اخد 1000 سي بي اس باوند واخد 2 بلاد جيت فريجمنت. فالله اعلم يعني زي ما انتوا عايزين زي ما انتوا حابين، حابين تفتحوها براحتكم مش حابين تفتحوها براحتكم برضه. دي عاملينها زي السيزون بتاعت ببجي وكروس فاير والكلام ده كله، كول اوف ديوتي موبايل والكلام ده كله، بس ايه على عطلانه يعني فاهمين ازاي. كان معكم انا محمد من قناه وينو كونكر، ما تنساش تشترك في الفيديو واشتراك للقناه ما تفعل زر الجرس انه لقاء في مزيد من الحلقات القادمه ان شاء الله. سلام.